Amen.
Thank you.
Thank you.
بنوتي وبن ستير وبن أورو تيرين يسوس بي خريستوس بشير إم بنوتي تنخ بي أونا شايني إي شوب زي أرتين شان شو بي إنخرين خيت أو إنتي ناساجي شو بي خنسينو ويتيتين وآش أريتين موف ووهفنا شو بينو تين خنفاي أفتشي أون جي بايوت هنا انتي تتين وميشن أوطا إيفولو ووهن تتين شو بيني إما سيتي إيس بي أوفا بنو تيبي الأرض خرج أقوالهم وإلى أقطار المسكونة بلغت تعاليمه وليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق الرب عن يمينك يا بان الطبا والمكرم البابا البطريرك الأنبا تودروث الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أسقفنا الطبا والمكرم أنبا يوحنا الرب يحفظ لنا حياتكم باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا اثبتوا في محبتي إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأنا ثابتٌ
في محبته، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به. ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأطلقتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. هذا هو عيد القديس الحبيب. القديس ماري يوحنا، زي ما بنحتفل بيه دايما، يأتي عيده في أيام الفرح. أربعة طوبة يقع في الفترة اللي بنصلي فيها بالطقس الفريحي، اللي ما بتبقى ما بين عيد الميلاد وعيد الختان. ولو عيد تاني غالبا ما يقع في الخمسين المقدسة، ويصلى أيضا بالطقس الفريحي. فهو قديس مفرح وجميل، يكفيه فخرا أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هذا يكفي. يلقب بألقاب كثيرة، فهو الإنجيلي، وهو الرائي، وهو اللاهوتي، وهو البتول، وهو الرسول، وهو ابن الرعد. وفوق كل هذا فهو الحبيب. ويمكن ده أجمل لقب يلقب بيه. ده مش كده وبس، ده يمكن كتير من الألقاب الأخرى والنعم الأخرى التي نالها نالها لأنه هو الحبيب. لما بنقول اللاهوتي لأنه أكتر واحد في الآباء الرسل تكلم عن لاهوت السيد المسيح بقوة ووضوح. وأكثر واحد سجل أقوال السيد المسيح التي لم يسجلها أحد غيره. طب ليه؟ لأنه الحبيب.
لأن ربنا يسوع المسيح نفسه قال كده: الذي أحبه أظهر له ذاتي. فأعلن له عن ماهيته من أول إصحاح، حلق في اللاهوتيات مباشرة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ده أول إصحاح، دخل على طول كده. والإصحاح الأول دوت بيقرأ في باكر عيد الميلاد المجيد، عشان فيه الكلمة صار جسدا، وده يورينا الاختيار الملهم لآباء الكنيسة في قراءات العيد. اختاروا فصلين، معلش انا هبعد شوية عن قديس يوحنا لكن داخل فيه برضو، بس بنشوف يعني حكمة كنيستنا ايه. اختاروا قراءتين في باكر، جابوا والكلمة صار جسدا، في البدء كان الكلمة، إلى أن يصل والكلمة صار جسدا. أما في إنجيل القداس يجيبوا الفصل اللي ورد في إنجيل معلمنا متى الرسول الخاص بزيارة المجوس للسيد المسيح. طب ليه ما جابوش انجيل الرعاة، مع اني احداث الميلاد ذكرت بالتفصيل اكتر في فصل الرعاة في الانجيل لمعلمنا ماري لوقا؟ يتقري في البرمون، لكن جابوا في القداس انجيل القداس الفصل بتاع القديس متى اللي بيتكلم عن المجوس لما جم وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ تختلف الآراء متى جاء المجوس. الرعاة طبعا جم فورا، المجوس مش معروف امتى بالضبط، محدش يقدر يجزم جم امتى، لكن كل اللي نعرفه إن هيرودس لما تحقق من زمن النجم حدده قال من سنتين فما دون، يعني إذا ممكن يبدأ الميعاد من النهاردة لغاية بحد أقصى إيه إمتى في المدة دي محدش يعرف، ومش مهم نعرف، مش هتفرق كتير، لكن الحكمة إن يقرأ أين هو المولود ملك اليهود. فهنا في ذاكر يجيبوا انجيل ماري يوحنا: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبعد كده في القداس ان المولود هو ايه؟ ملك، ما هوش عيد ميلاد عادي، لا، الملك، لان هو ملك الملوك ورب الارباب. فلابد ان يأتي انجيل يوحنا في اي اشارة للاهوت السيد المسيح. معظم اعتمادنا في إثبات ألوهية السيد المسيح وإثبات معظم العقائد المسيحية نعتمد فيها على كتابات القديس يوحنا. في الثالوث الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، والثلاثة هم إيه؟ واحد. أنا والآب واحد. فهو اللاهوتي
ليه ربنا كشف له عن نفسه كتير؟ لأنه هو الحبيب الذي أحبه أظهر له ذاتي. ويمكن أكتر واحد من أباء العهد الجديد كتب كتابات متنوعة وعميقة، فهو كتب البشارة المعروفة باسمه، وإنجيل يوحنا كان من المحفوظات اللي بيحرص أبائنا المصريين الأرثوذكس أن يحفظوها لأولادهم في الكتاتيب زمان، لأنه يتميز بالسهولة اللفظية، تلاقي كلماته بسيطة لكن عميقة. ده حتى في اللغة اللي اتكتب بيها، اللغة اليونانية، من أبسط ما يمكن، لدرجة لما نيجي نتعلم يوناني بتاع العهد الجديد وعايزين نتدرب كده في حاجات بسيطة سهلة الأول، يجيبوا لنا كتابات القديس يوحنا، لأن جمله بسيطة في تركيبها اللغوي. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله، بسيطة لغويا لكن تحمل معنى لاهوتي عميق جدا. عشان كده كان من المحفوظات. كان مرة زمان، كان أيام البابا كيرلس السادس، شكل لجنة لترجمة الكتاب من اللغة القبطية، الكتاب المقدس. هذه اللجنة كانت برئاسة أبينا المتنيح الأنبا غرغوريوس، فبدأوا ينشروا عن طريق دار المعارف، نشروا البشاير بشارة تلو الأخرى، متى ومرقس ولوقا، وبعد كده توقفوا فترة طويلة قبل ما طلع يوحنا. فكنا في لقاء معاه بنقول له إنجيل يوحنا ما طلعش ليه؟ فطبعا كان في ظروف ساعتها تعيق شوية، مش وقت ذكرها، لكن لا أنسى تعليق نيافته ساعتها، قال: شوفوا يا أولادنا، سيظل إنجيل يوحنا أعظم تراث لاهوتي للمسيحية مدى الأجيال. قال: إننا لا نستطيع أن نتخيل المسيحية بدون إنجيل يوحنا. وده حقيقي. عشان كده اللي بيدرسوا عقائد ولاهوتيات، كتابات القديس يوحنا دي تأتي في المقدمة. احنا مش هندخل في اللاهوتيات بتاعته، لكن احنا عايزين نركز السر ايه. السر ان هو الحبيب الذي احبه اظهر له ذاتي. هذا القديس الحبيب جمع في شخصه سمات يندر ان تجتمع في شخص واحد، فهو رقيق المشاعر لأنه هو الحبيب، وفي نفس الوقت هو ابن الرعد. أما يجي يتكلم عن الحب، أتكلم كتير، لدرجة قال إن كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. قال: من يثبت في المحبة يثبت في الله، لأن الله محبة.
ورغم كده إذا كانت في أمور ومواقف هيكون فيها خطورة على إيماننا، بكل موقف صارم يقول لنا أي حد يجيلكوا بخلاف هذا الكلام اللي هو علمه لنا إيماننا السليم، لا تسلموا عليه ولا تقبلونهم في منازلكم، لأن اللي يشترك معاه يشترك في إيمانه. الله إزاي أنت محب وإزاي تقول لنا كده؟ يقول آه، لازم نحب في ربنا يسوع المسيح. ممكن أحب عدوي لكن فكري ما يبقاش زي فكر عدوي. ممكن أحب اللي يختلف معايا في الإيمان والعقيدة، أحبه لكن إيماني أحتفظ بيه بقوة وتمسك، دي لا تتعارض مع دهية. التمسك بالإيمان والعقيدة ليس هو ضد المحبة، وده تعليم القديس يوحنا الحبيب. فحديثي عن الحب له نكهة خاصة يتميز بالحب العملي البازل، عشان كده يوصينا يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يقول من كان له معيشة هذا العالم ورأى أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، هل في هذا تزود محبة الله؟ فمحبته عملية. هذه المحبة كان عنده استعداد خاص بيها، وحبه للسيد المسيح وقربه منه فخد من صفاته. دايما الإنسان دون أن يدري بيتشبه بمن يحبه. تلاقي كده لو اتنين بيعاشروا بعض وفي علاقة محبة تلاقيهم بيتكلموا زي بعض، بيطبعوا على بعض زي ما بيقولوا بالبلدي، بيبهتوا ايه؟ بيبهتوا على بعض. فهو خد من ربنا يسوع المسيح كتير في طريقة حبه وبذله، عشان كده كان حبه مش للسيد المسيح وبس، لا، لكل الخليقة. عشان كده يقول من يحب الوالد يحب المولود منه. ازاي احنا ابغض اخويا واقول انا بحب رب الله الذي لا اراه؟ ما ينفعش. فكان حبه للقريب كبير قوي، حب لأولاده. طبعا في قصص كتيرة سواء في التقليد أو في الكتاب، يعني نشوف الوحيد اللي كتب رسائل شخصية فيها اهتمام شخصي، كتب رسالة لغايوس يقول له الذي أحبه بالحق أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. كتب رسالة لكيرية وأولادها اللي هو بيحبهم، أسلوب محبته نحن في أشد الاحتياج أن نتعلم منه. كان لما يكتب رسالة يجي في الآخر يقول لست أريد أن أكتب بحبر وقلم، ولكن نتكلم فما لإيه؟ لفم. نقول له تعالى شوف يا قديس يوحنا الأحباء والقرايب بيتعاملوا إزاي مع بعض دلوقتي.
ده حتى مش عايز يكتب بخطه بيستكتر، لا عايز اكتر من كده، يكون في لقاء. النهاردة الناس يمكن ما بتكتبش حتى بخطها، بيبعتوا ستيكر يستسهلوا يبعتوا ايه ستيكر كده، يعني ايه الرسالة اللي عايزينها، او بيكتبوا بالكمبيوتر، فما فيش اي حاجة فيها خصوصية. لكن هو كان يهتم باللقاء، التعامل المباشر بينه وبين احبائه وبينه وبين رعيته. هو نفسه تأثر كثيرا بلقاءاته بربنا يسوع المسيح له المجد. عشان كده في رسالته الاولى يتغنى بهذه اللقاءات، يقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا وشهدناه ولمسته أيدينا. يعني كان حواسه كلها مشبعة بمن يحب. رأيناه بعيوننا، سمعناه، شهدناه، ولمسته أيدينا. وبالتالي بيعطي شهادة عن حب وعن عمق وعن خبرة. يحكى عنه لما راح يبشر في مرة وجد شاب كان بعيد عن ربنا أو بعيد عن الإيمان، وآمن، آمن على يديه وفضل مهتم بيه. وقبل ما يسافر يروح منطقة تاني، فجيل الأب الأسقف بتاع المدينة وسلم له هذا الشاب أمانة، قال له ده أمانة تخلي بالك منه. غاب فترة ورجع، فبص ما لقاش الشاب ده موجود، فبيسأل الأب الأسقف فين الأمانة اللي كنت شايلها عندك. قال له أمانة؟ أمانة إيه؟ هو فاكر يعني إيه حاجة مادية، فلوس ولا حاجة؟ فاتخض، أمانة إيه؟ يا ترى حاجة أكتر من المال والأمور المادية. قال له فين الشاب اللي كنت سلمته لك؟ فقال له بحسرة كده وحزن إنه بعد و بقى مع رفاق السوق وبقى مجرم كبير وبقى رئيس عصابة كمان. في الوقت ده القديس يوحنا كان كبير في السن جدا، فقال له هو فين؟ فعرف المكان، فخد زي جواد او حاجة وراح مشي في الطريق اللي فيه القديس يوحنا تلميذه ده الشاب والعصابة بتاعته. فأول لما شافوه من بعيد قالوا بس في صيدة غنيمة. فوقفوه، انزل هات اللي معاك، وخدوه يجرجروه على مين؟ على الزعيم بتاعهم اللي هو الشاب ابنه وتلميذه. وهو عايز كده، المهم رايحين كده ومفرحانين
وكان زعيمهم ده بقى يعني شديد بقى وقوي، هو أقواهم، فجايبينه كده بزهو ان يعني نجحوا يحققوا مكسب النهاردة. اول لما الشاب دوت شافه وهو جاي ما احتملش خط بعضه وجري، لدرجة افراد العصابة دي تتعجبوا، الله هو الزعيم بتاعهم بيجري، طب بيجري من مين؟ ده راجل عجوز يعني ما فيهوش قوة يعني يقاوم او يعمل حاجة، مش عارفين ومش فاهمين. فالقديس يوحنا ركض وراه، فدوكها شاب بقى اسرع منه، فقعد ينادي يقول له ارحم شيخوختي يا ابني. فهو كان مكسوف، هو بيجري عشان ايه؟ مكسوف. قال له ما تخافش، اقف وما تخافش، انا كفيلك عند المسيح له المجد. فوقف وهو منكسر كده ومكسوف وخده ورده. هذا هو القديس يوحنا في حبه وفي تعليمه. امه زمان خدته هو واخوه كده وراحت للسيد المسيح وقالت له اريد ان يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك واحد عن يسارك في مجدك. اخوه هو مين؟ القديس يعقوب، يعقوب ابن زبدي اخوه الاكبر. فربنا يسوع المسيح قال لهم لستما تعلمان انتوا بتطلبوا ايه؟ اتستطيعان ان تشرب من الكأس التي اشربها انا وان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا؟ هم كانوا بيحبوه فعلا، قالوا له اه. فرد عليهم ربنا يسوع المسيح ايه؟ أما الكأس التي أشربها فتشربانها، والصبغة التي أصطبغ بها فتصطبغان بها، أما الجلوس عن يميني أو يساري فدي بتعطى للذين أعطي لهم من عند أبي. وهو قال لهم كده بطريقة مش لأ، ولكن لأن التلاميذ تذمروا، ولكن إيه رأيكم إن الطلبة دي تحققت؟ اول واحد في الاباء الرسل استشهد على اسم السيد المسيح القديس يعقوب الكبير ابن زبدي، اخر واحد في الرسل انطلق للسماء كان القديس يوحنا. ده غير بقى ان كان في مواقف خاصة ربنا ما ياخدش التلاميذ كلهم معاه. زي ايه كده لو شاطرين؟ نعم، زي التجلي. زي ايه تاني؟ اقامة ابنة ييروس. فكان في حاجات في طبعا حاجات تاني، لكن فعلا كان يخصهم دول. هل ربنا عنده محاباة؟ لا. طب ليه بيخصهم؟ مرة كنت في الدير وبتكلم على القديس يوحنا، فلقيت حد بيسألني طب هو ليه ربنا كان بيحب القديس يوحنا؟ قلت لهم عشان هو يتحب، بيحبه عشان هو ايه؟ يتحب. مين ما يحبوش؟ مين ما يحبش الوفاء والاخلاص والتفاني؟ ده يكفيه
ان في الوقت اللي سابوا ربنا يسوع المسيح كل التلاميذ سابوه بما فيهم يعقوب اخو يوحنا. هو صمد لدرجة في بعض المفسرين يقولوا ما هو راح ودخل في البيت رئيس الكهنة لان كان معروف، لانه كان من اسرة غنية. قال لهم لا مش بس كده، لان برضو نفس الظروف دي كانت تنطبق على اخوه يعقوب واكتر منه، لان الكبير بيبقى له مكان اكتر. ولكن حبه للسيد المسيح خلته ما يفكرش في اي خطورة واي تبعات، ورافقه هو وحده من التلاميذ حتى الصليب. وعشان كده خد المكافأة الكبيرة قوي اللي محدش خدها غيره، وخدها بجدارة واستحقاق. ربنا على الصليب قال له يا يوحنا هوذا أمك، وقال للست العذراء هوذا ابنك، وسلموا الست العذراء أمانة، مش مجرد أمانة، لا قال له أمك. ولما ربنا يسوع المسيح يقول له أمك تبقى أمه، يقول لها ابنك يبقى إيه؟ أي كرامة وأي مجد وأي عظمة يستحقها هذا القديس. عشان كده إحنا بنحب نقف قدام سيرته ونتأملها، نحاول نتشبه ببعض الصفات بتاعته الجميلة. ربنا يسوع المسيح أعلن له كشوفات حتى نهاية العالم هتكون إيه. هو لوحده كان القديس بطرس الرسول من المحبين لربنا يسوع المسيح، وكان هو والقديس يوحنا متزاملين، مع ان القديس بطرس اكبر في السن. لكن تفتكروا كان مين الاقرب؟ القديس يوحنا. لدرجة عند العشاء الأخير وما كلمهم على اللي هيسلموا، قال لهم واحد منكم هيسلمني، ومحدش جارئ يجرؤ يقول له مين مباشرة، مين أنا كله بيتكلم كده. فقال الذي يغمس يده معي في الصحفة، فبصوا كده لقوا أيدي كتيرة ممدودة، ما عرفوش برضو. فعايزين يسألوه بأكثر تحديد. حتى القديس بطرس اللي بيتميز بالشجاعة والاندفاع لم يجرؤ أن يسأله مباشرة، فيقول الكتاب فأومأ إلى يوحنا قال له اسأله مين هو. فدقها في وسط الاضطراب ده كله كان متكئ على صدر المسيح وقال له من هو؟ فرد عليه قال له الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فدي مواقف بتبين لنا مكانته عند المسيح وشعور الرسل أنفسهم بكده. مرة تاني بعد القيامة بطرس كان مكسوف لأنه أنكر وسب ولعن قدام الجارية والخدم، لكن ربنا يسوع المسيح بحنانه عارف ان عمل كده عن ضعف، فجاء قعد يسأل بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ وانتوا عارفين طبعا الحديث، وقال له لما كنت شابا كنت تمنطق نفسك، ولكن لما تبقى شيخ
اخرين ايه اخر يمنطقك يعني. والكتاب يقول كان يشير الى اية ميتة مزمعا ان يموت بيها. القديس بطرس فهم كده. فكان مين واقف في الحديث زوت؟ القديس يوحنا. فالقديس بطرس مشاعره كده يعني في عنده غيرة شوية، فراح قال له وهذا ما له، وده هيجرى له ايه يعني؟ قال له انت مالك وما شأنك؟ ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء يعني في المجيء الثاني، ما شأنك؟ خليك في نفسك. فيقول الكتاب فشاع هذا القول بين الرسل ان هذا التلميذ لن يموت. ومين اللي بيقول لنا كده؟ القديس يوحنا نفسه يقول ولكن هو ما قالش مش هيموت، قال ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء. وبالفعل كتير من الاباء المفسرين من اباء الكنيسه قالوا ان بالفعل ظل موجود لغايه اما شاهد المجيء الثاني في الرؤية التي أعلنت له. كان يحب ربنا يسوع المسيح جدا، وفعلا لم ينطلق إلا بعد أن أعلنت له الرؤية اللي هو سفر الرؤية اللي في الآخر خالص. ربنا يسوع المسيح في حديثه معاه بيقول نعم يقول الشاهد بهذا أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. ربنا لما بيقول آتي سريعا بيطمن محبيه أنا جاي بسرعة ما تقلقوش. فرد عليه القديس يوحنا يقول له إيه؟ يقول له الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. أمين تعال أيها الرب يسوع. الحديث عن القديس يوحنا جميل وشيق ولا نشبع منه، ولكن سنكتفي بهذا القدر. وكل سنة وانتم طيبين وتعيش الكل عيد. وبركة القديس مريم الحبيب، وبركة